أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. الله أكبر. فالصلاة عماد للدين، فيها للأنام رشاد. الله أكبر يا مآذن كبري، بفريضة يهفو لها العباد. الله أكبر. بالأذان تتابعت، يحلو لها بأذانها الترداد. خمس من الصلوات نتبع نورها، بفريضة فيها لنا الإرشاد. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد عباد الرحمن في زهراء المعادي، نعيش هذا اللقاء الإيماني الثالث ضمن الأسبوع الثقافي الثامن الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية نشراً للثقافة وارتقاءً بالوعي، برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. نسأل الله الكريم أن يسدد خطاه وأن يوفقه لخدمة كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، لقاؤنا يحمل عنوان الصلاة عماد الدين. يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وزارة الأوقاف الدكتور ياسر معروف، مدير إدارة أوقاف المعادي، وفضيلة الشيخ محمد السيد بدر، مفتش بإدارة أوقاف المعادي، وفضيلة الشيخ عبد الله عبد الفتاح، مفتش بإدارة أوقاف المعادي، وفضيلة الشيخ علاء صقر، مفتش بإدارة أوقاف المعادي. كلنا ضيوف على الرحمن في بيته. استقبلنا إمام وخطيب هذا المسجد فضيلة الشيخ مصطفى علي سمك. أيها الأحبة الأكارم، لقاؤنا يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ زياد السيسي وكلمتين، الأولى لفضيلة الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي وكيل كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر الشريف، والثانية لفضيلة الدكتور على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد نفيسة العلوم، سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. يختتم اللقاء بابتهال للمبتهل الشيخ إبراهيم هيكل. أيها الأحبة الأكارم، الصلاة عماد الدين، وهي معراج المؤمن إلى ربه، فيها الراحة والطمأنينة، وهي علامة إيمان العبد، حيث قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الصلاة سكينة واطمئنان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. اللهم اجعلنا ممن يعمرون المساجد بالجباه ساجدة، بالجباه ساجدة وبالدموع منهمرة خشية وخشوعا لك يا رب العالمين. أيها الأحبة الأكارم، كان من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى القرآن من غيره،
فقال يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: يا ابن مسعود اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ زياد السيسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما وترجون من الله ما لا يرجون.
وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. واستغفر الله إن الله كان
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله صدق الله العظيم. بشرى تزف لحامل القرآن ياقوت رب العرش في التيجان ثم الشفاعة في القرابة عندما فرت خلائق من لظى النيران ومنازل الرحمن تهتف للذي قطع النهار بآية وبيان هذا كلام الله جل جلاله أبشر بقول الله في القرآن. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ زياد السيسي ونحن هنا في رحاب مسجد عباد الرحمن في زهراء المعادي نعيش هذا اللقاء الإيماني الثالث ضمن الأسبوع الثقافي الثامن الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، ومن له أن يجاورك؟ فيقول الله عز وجل: أين عمار المساجد؟ إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي وكيل كلية الشريعة والقانون وأستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف. أسأل الله الكريم أن ينفعنا بعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في بيت من بيوت الله تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تتنزل علينا فيه السكينة،
اللهم اكتبنا من أهل بيتك واستعملنا في طاعتك يا رب العالمين. ومع كلمة، طبعا طلب مني أن لا تزيد عن 20 دقيقة، عشر دقائق، تمام إن شاء الله بإذن الله. فطبعا هذه الكلمة بعنوان الصلاة عماد الدين. نعم، واستمعنا منذ قليل من قارئنا الكريم وهو يتلو قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إلى أن قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين في آيات كثيرة بالصلاة، فالصلاة هي الركن الأعظم في الإسلام، هي ثاني الأركان بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله، بعدها إقام الصلاة. وكما نعلم جميعا بأنها هي الركن الأعظم لأنها تحوي كل الأركان، والشهادتين مرة يعني يجزئ للمسلم أن يقولها مرة واحدة في عمره، لكنه سيقولها مرارا وتكرارا في صلاته. الصوم قد يسقط عن المريض، قد يسقط عن المسافر، إلى آخره. الزكاة لا تجب إلا على الغني وبشروط مخصوصة، إلى آخره. الحج أيضا قد يسقط عن الفقير، قد يسقط عن المريض، إلى آخره. إذن لكن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال، فإذا لم يستطع أن يؤدي الصلاة قائما فليصلي قاعدا، فليصلي مستلقيا مضطجعا، فليصلي محركا رموش عينيه، فليحرك على قلبه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كانوا يفتحون دولة من الدول ويدخلها الإسلام كان يطلب منهم أن يحافظوا على الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حافظ على الدين، ومن ضيعها فما لسواها أضيع، فقد ضيع ما سواها من أخلاقيات وصيام إلى آخره. ولعلنا نلاحظ هذا بالنسبة لكثير من الشباب الذي لم يحافظ على الصلاة ولم يعني يتعود عليها ولم يلقنها من بداية حياته، كما علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: علموا أولادكم الصلاة لسبعة. يعني أول شيء، أول ما يميز الطفل يصل إلى التمييز، يعني يبدأ يعرف هذا من ذاك إلى آخره في سن 6 أو 7 سنوات. إذن أول شيء يلقنه أن نعلمه الصلاة، وهذا بالتدريب العملي، يقلد الأب، يحاكي الأخ، إلى آخره. فمرة تلو المرة يتعود ويبدأ خطأ، يصلي يأتي للسجود فيسجد نائما، إلى آخره. كل هذا شيء جيد، وهذا مبشر أنه إن شاء الله سيتعود على الصلاة مرة بعد مرة فيحسنها بإذن الله تعالى. إذن الصلاة نعلم أطفالنا أو نعودهم عليها من سن 7 سنوات حتى يشبوا وهم قد تعودوا على الصلاة، أحبوها، تعلقت قلوبهم بالمسجد. وإذا تعلق القلب بالمسجد نحن نعرف أن يعني أنه من 7 الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم من؟ ها؟ رجل قلبه معلق بأي شيء؟ بالمساجد. الشاب الذي نشأ يعني قلبه معلق بالمساجد هو شاب يكون في معية الله، ملتحم بالله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يتحمل ضغوط الحياة لأنه يأخذ قوة من الله سبحانه وتعالى الذي تعلق والتحم به. فمهما حملته من ضغوط للحياة، ضغط الأب، ضغط الأم، ضغط الوظيفة، ضغط الاقتصادي، ضغط الاجتماعي، ضغط الأسرة، ضغط الزوجة،
يتحمل، أما الآخر فهو خفيف من أول مرة تريد أن تحمل عليه ينفجر وربما يصنع الأخطاء. وهذا ما نراه الآن في بعض الظواهر من الشباب الذي يعني إذا رفضته البنت في الزواج نحن ننظر ردة الفعل الصعبة جدا والتي يعني تدمر حياته في الدنيا وتدمره في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى. فيا شقاءه ويا بؤسه من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، من لم يلتحم بربه سبحانه وتعالى. فرع الشجرة هذا هو يظل أخضر ويظل يعني يانع هكذا، لماذا هذا الفرع يستمر هكذا؟ هل بسبب الماء أم بسبب اتصاله بجذوره؟ إذا قلت بسبب الماء هذا مردود، بأنك لو قطعته ووضعته في النيل ليس في الماء بعد أيام قليلة سيذبل وينشف هكذا ويجف هكذا. لكن هذا يدل على أنه يظل أخضر بسبب اتصاله بجذوره، فتدب فيه الحياة وتستمر فيه الحياة إلى ما شاء الله. كذلك أنت يا إنسان إذا انفصلت عن جذورك مت وأصبحت زابلا، حتى ولو كانت معك أموال الدنيا، حتى ولو سرقت البنوك، والله لن تستريح أبدا. إذا راحتك حياتك هي باتصالك بجذورك وبأساسك، ونفخت فيه من روحي، اتصل به، واتصالك به يكون من خلال الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة. اتصل بربك، اسجد، ابكي، فرغ ما في داخلك معه، قل يا الله، ستستريح، ستستريح وتخرج الطاقة السلبية التي هي فيك، وتستمد طاقة إيجابية وتستقبل الحياة بطريقة أفضل من اليائس، من المحبط، من الذي سلطت عليه نفسه والعياذ بالله فأوردته المهالك والعياذ بالله. الصلاة هي عنوان الإنسان السوي، إذا صلاها وإذا واظب عليها بضوابطها بشرائطها بأركانها، خاصة الركن الأعظم في الصلاة وهو الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو الركن الأعظم، يعني أن تشعر بالكلمة، بالآية، بالحال الذي أنت فيه حينما تقول الله أكبر. فهنا أنت تجردت من وظيفتك، وتجردت من همومك، وتجردت من تفكيرك، وتجردت من أسرتك. هو أكبر من كل هم، وأكبر من كل تفكير، وأكبر من كل انشغال يشغلك أيها الإنسان. ولذلك المسلم الذي يصلي الصلاة بهذه الكيفية، بهذه الحالة، يخرج منها مستريح القلب، مستريح الصدر، وجهه يتصف بالنور، هكذا يتصف بالسلام النفسي، ويعني هو يتفاعل مع الكون كله، مع الأرض كله، يحدث له هذا السلام النفسي مع كل الكون. والأرض تبكي عليه إذا مات، والسماء تبكي عليه خلافا للآخر والعياذ بالله. فما بكت عليهم السماء والأرض كما ذكر ابن عباس وغيره من كبار المفسرين حينما قالوا موضعان يبكيان على الإنسان المسلم إذا مات، موضع السجود، موضع السجود الذي كان ينسجم معه ويقول الله سبحانك يا الله، بعد أن يعني أرادت الدنيا أن تأخذه ويعني تزيقه هذا المرار، هو انسلت منها وذهب إلى ربه سبحانه وتعالى وسجد ووضع رأسه في الطين وقال سبحانك أنت أنت الأعلى وأنا أنا هذا الطين يا رب، تجاوزت حدي يا رب، فأنت أنت الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وطبعا يعني معذرة إن كان الموضوع يعني يحتاج إلى وقت كثير، لكن هناك إشارة يعني بانتهاء الوقت، ف
فأكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحائف الحسنات تربو بالتقى، بصلاتنا بصلاحنا تزداد، ونوافل الصلوات تجبر كسرنا، في فرضنا إن قلت الأعداد. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عطاء السنباطي، وكيل كلية الشريعة والقانون وأستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف، على هذه الكلمة المباركة. ونحن هنا ما زال لقاؤنا مستمرا في مسجد عباد الرحمن في زهراء المعادي ضمن هذا الأسبوع الثقافي الثامن. أيها الأحبة الأكارم، إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى كلمة فضيلة الدكتور على الله شحاته الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونفعنا الله بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين. الصلاة هي عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. والصلاة في اللغة معناها الدعاء، والدعاء يشتمل على طلب وثناء، وهذا نحن نفعله في فاتحة الكتاب في كل صلاة وفي كل ركعة. أما الثناء فعندما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وعندما تقول الرحمن الرحيم يقول رب العزة أثنى علي عبدي، وعندما تقول مالك يوم الدين يقول رب العزة مجدني عبدي، إلى أن يأتي الدعاء أن تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. وقف الإمام أبو حامد الغزالي عند هذه الآية فقال: من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا استقام عليه يوم القيامة، ثبتت أقدامه ووفق للعبور على الصراط المستقيم يوم القيامة. من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا يعني أطاع الله، التزم أمر الله، ابتعد عما نهى الله، استقام عليه يوم القيامة. وثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدنيا هي بريد الآخرة، هي علامة على الآخرة. ما قدمت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا حاضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لعلكم تتعجبون عندما أقول لكم أن الصلاة تقوي البدن وتعطيك الصحة والعافية، وكيف استخرجنا ذلك؟ استخرجناه من كتاب الله، عندما قال ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة. وما هذا الشيء الذي تستعين به؟ إنه الشيء الذي يقويك، الذي تعتمد عليه. فأمرك الله سبحانه وتعالى أن تستعين بالصبر والصلاة.
بل إنه خاطب المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لو تأملتم هذا المعنى لوجدتم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها؟ لأن فيها الراحة. يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد جاءت الصلاة بعدة معان، فجاءت بمعنى العبادة في قول ربنا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي وما كانت عبادتهم إلا صفيقا وتصفيرا. وجاءت الصلاة بمعنى الدين، انظروا إلى معاني الصلاة في قول ربنا سبحانه على لسان قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما نعبد ما يعبد آباؤنا. جاءت الصلاة بمعنى الدين، أي أدينك يأمرك. وجاءت الصلاة بمعنى الرحمة في قول ربنا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وجاءت الصلاة بمعنى الاستغفار والدعاء في قول ربنا لحبيبه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاءت الصلاة بمعنى الصلاة المفروضة المعروفة بهيئتها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم جاءت الصلاة بمعنى البركة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني بارك فيهم. إذا فهمتم مضمون الصلاة علمتم أن الصلاة تقوم السلوك وتهذب النفوس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا بد وأن تغير الصلاة منك وفي سلوكك، لا بد وأن ترتقي بهذه الصلاة، لأن الصلاة معراج المؤمنين. وإذا فهمتم هذا المعنى علمتم أن الصلاة كانت موجودة عند جميع الأمم وعند جميع الأنبياء. يقول ربنا على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يقول ربنا حكاية عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. ويقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأخي موسى أو على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبري. الإمام القفال رضي الله عنه وأرضاه يقول عن تارك الصلاة: أعظم رزية من ترك الصلاة أن ضرر الصلاة لا يقع على تارك الصلاة وإنما يقع على جميع الناس. قالوا له: كيف ذلك؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: لأنه حرم الناس من الدعاء لهم في كل ركعة في كل صلاة في فاتحة الكتاب بصيغة الجمع اهدنا الصراط المستقيم، هو حرم الناس من الدعاء لهم. ولذلك كان سعيد بن المسيب لا يترك صلاة الجماعة، قيل إنه ما ترك صلاة الجماعة 40 سنة، ما ترك صلاة الجماعة 40 سنة، 40 سنة لم يترك تكبيرة الإحرام، لا في فجر ولا في ظهر ولا في عصر ولا في مغرب ولا في عشاء. وكان سعيد بن عبد العزيز الدمشقي إذا ترك صلاة الجماعة وفاتته صلاة الجماعة بكى كالأطفال. وكان الإمام المزني من أصحاب الإمام الشافعي إذا فاتته صلاة الجماعة صلاها 27 مرة. ما قيمة هذه الصلاة؟
كما قلت لكم الصلاة معراج المؤمنين، تقوي البدن وتقوي صحتك وتزيد في عافيتك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نسأل الله أن يوفقنا للصلاة وأن يجعلنا ممن قال فيهم إلا المصلين. فالإنسان كما وصفه ربنا أنه هلوع جزوع منوع، لكن الله استثنى المصلين، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اللهم وفقنا لها يا رب العالمين، واجعلنا من أهلها وممن يقومون بحقها. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. شكرا لفضيلة الدكتور على الله شحاته الجمال، إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، على هذه الكلمة المباركة. أيها الأحبة الأكارم، الطهارة شرط لصحة الصلاة. ولقد سئل حكيم متى تكون الطهارة حقيقية، فأجاب قائلا: اغسل قلبك قبل جسدك، واغسل لسانك قبل يدك، وأحسن الظن في الناس. إذا كانت لك عينان لماذا ترى الناس بأذنيك؟ اسمع من الناس ولا تسمع عنهم. ليس عليك إسعاد كل الناس، إنما عليك ألا تؤذي أحدا من خلق الله. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ إبراهيم هيكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك وحلمك على من عصاك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ مصرنا وجيشها وشعبها. إلهي جئت يدفعني خشوعي وعدت إليك
يسبقني
وسلم وزد وبارك عليه. غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلا ممن تألق في تبجيله كلمي، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والأدعية والمدايح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم هيكل، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك. وفي الختام، وعملا بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله من لم يشكر الناس، الشكر لصاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه اللقاءات الإيمانية المباركة. الشكر للسادة العلماء من وزارة الأوقاف. الشكر للقارئ زياد السيسي وللعالمين المباركين فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي وفضيلة الدكتور على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، وللمبتهل الشيخ إبراهيم هيكل. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.